وجد فيها. شكرا للأب رواد كعدي الأنطوني وجوقته الحلوة اللي رح يشاركونا الليلة الحين بونا ألبير. شكرا للرهبنة الأنطونية بشخص قدس الأباتي مارون أبو جود السامي الاحترام، ولكل راهب أنطوني موجود بيناتنا. شكرا لأصحاب السعيد النواب. شكرا لرئيس بلدية الحدد العزيز جورج عون ولأعضاء البلدية المحترمين. شكرا للخوري روجيه شرفان وعمدة العائلة وكل الحضور فردا فردا. شكرا لكهنة الحدد الحبيبة وكنيسة السيدة أمنا. والشكر الكبير لأبونا ألبير يلي جمعنا بأحلى ليلة. ولد المسيح، هللويا. شكرا. زفكم الله مزمارا من مزامير آل داود، تبشرون بالكلمة وتنشئون الناس والشبيب والأطفال التنشئة الصالحة عليها. كلمة الأب بيير أبي صالح خادم رعية الحدد فليتفضل. على رنين أجراس المجد والفرح استيقظت بيت لحم وأشرق على العالم نور لا يزول. كان ذلك منذ أكثر من 2000 سنة في ليلة تمنطقت فيها السماء بوشاح البهاء وزرعت حدود الأرض طهارة وبراءة. فإذا البشرية ظمأ لرؤية المخلص، وإذا المخلص طفل موضوع في مزود، يكشف لنا أنه هو طريقنا نحو الآب، وبه ندرك حقيقة إنسانيتنا المدعوة إلى القداسة، وأنه هو نبع حياتنا ووجودنا. ففي غمرة الميلاد وتحت عنوان يسوع الطريق والحق والحياة، يسر كهنة رعية السيدة الحدد وأبنائها استقبالكم اليوم لتشاركوا في احتفال التكريم الموسيقي للأب ألبير شرفان الأنطوني، الذي ترك بصمات لا تمحى في الكنيسة وأسس جوقات عديدة في الأديار والرعاية. وقد قصدته جوقة الرعية التي تأسست سنة 1982 بعد أن تعرفت بشخصه الكريم، وهو ابن الحدد ومن عائلة شرفان الكريمة التي أعطت الكنيسة دعوات مقدسة. فاهتم الأب ألبير بالجوقة وزودها وأغناها بترانيمه، ونحن لا نزال حتى اليوم نسمعها في حنايا هذه الكنيسة. إنها علامة هذا الإرث الكبير المشرف وعلى الغنى الروحي الذي تكتنزه. مع هذه الألحان السماوية باسم راعي الأبرشية وأباء الكنيسة نستقبلكم جميعاً في رعية السيدة الحدد، ونشكر الله على ما ترك لنا الأب ألبير شرفين، كما نشكره على جوقة أطفال المدارس الأنطونية التي تحيي هذا الحفل، ونشكر كل من تعب وحضر هذا الاحتفال. مع باقة هذه الترانيم نرفع الدعاء إلى الرب من أجل الأب ألبير شرفين، وأهلا وسهلا بكم في رعية السيدة الحدد. اسمحوا لي أدي تحية خاصة للشاعر موريس عواد يلي عمره 90 سنة، إجا هلا موجود بيناتنا تيحضر هالاحتفال. تفضل مع الدكتور ربيع أبي فاضل إجوا سوا، وهلا رح نبدأ الأمسية، أمسية تراتيل. إن شاء الله بتكون مصلية مع بعضنا البعض. هللويا. عم تتلج حب وسلام وخير.
طير خبر ولد يسوع يخبر
بيخلق وطن ومش العكس، ولأنه مقياس الشعوب بمدى تطورها، ولأنه الفن أساس بترقي الأمم. كان الأب ألبير شرفان السراج اللي بيضوي عتمة الأيام. مؤلفاته الموسيقية وألحانه قيمة مضافة على عالم الموسيقى، لأنه المبدع وحده بيعرف قيمة الإبداع والتألق، ولأنه ما لازم تكون هالقيم مطمورة بجوارير الزمن ولبس الغبرة تياب، كان لابد ما نبلش. واليوم إطلالتنا الأولى بأول كم قصيدة لشعرة لبنانية خليها الأب ألبير تضحك للشمس وعوسع المدى. الألحان المميزة هي للأب ألبير شرفان الأنطوني اللي نسج عمره على لحن الكلمة والنغم. وقديش كان بيفرح إنه البروفيسور فؤاد فاضل ضاف قيم وعبقرية تصارت هالتراتيل حقيقة عصوت منشدين أطفال بعيشوا النغمة والكلمة وبتصير زر ورد عم بيتفتح وينشر عطر. بول ليبا، فريد مسكينة، إما نجم، جنة نجم وكريستيا عبدالله عطوا من روحيتهم اللي عم تتعرف أكتر وأكتر عوج الله وحياته. وتابعت تمارينهم شادية أبي حبيب سليمان اللي بتزيد على القيمة والموهبة عطا وأمومة ورهافة إحساس. ومهندس الصوت رالف سليمان بخبرته الواسعة بالستوديو وآلات الموسيقى لمس هالتراتيل بلمسة دفى من ذاته. ما بينتهي الحكي إلا بالشكر من القلب للرهبانية الأنطونية صاحبة القيم والإمم. اليوم أبونا ألبير مبارح قيمة أخرى، وعلى مشارف الأيام مواهب مميزة تسأل العقل والوجدان. ومحبة من القلب للأب فادي طوق على التدقيق الموسيقي، هيدا اللي كان عم بيغسل الكلمات بالضوء والنغم تيكون هالعمل راقي وأزرق، لأنه أبونا رواد كعدة كان عم بيزيده من دقات قلبه ومن نور عيناه. يسوع الطريق والحق والحياة، كلمات لكبار من لبنان الحكي عن إيمانهم صعب، والأطفال الصغار اللي عينيهم غفيانين قطعوا المسافة والوقت تيهتفوا لأبونا ألبير شرفان. عطيتنا أنه نغني شوية قصايد نعطيك الحنجرة اللي بتضيف عن النغم حب وسلام وخير. تلج بليل العتم والبرد ينسج حكاية مريم المتلانة من الله تتكون أمه اليسوع، وجراس الليل تفرح بغياب الشمس تتشوف النجوم كيف عم تركع، والقلوب تعمر حقول وحقول تسهر ناطرة تسمع صوت اليسوع. والكل أطفال كبار صغار عم يمشوا، ما الوعد أقوى من النطرة، والرايحين والجايين بدون رفيق، والدرب كله طلوع دعسي ورا دعسي صوبوا ليسوع ما بدون يضيع. هيك الطفل الواقف بوجه الريح بالعيد والموعيد، والرعيان يقصبوا منه نغم، والمغارة تهل ضو ونور تفرفح عتمة الأيام.